وضعت أقدامها في تشاد. هذه النظرة الشبابية تتطابق مع جهود رؤى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي قال إنه يريد شبابا طموحا قادرا على رفع التحديات. ينتخيم ما يتمر حقنا وتمر على تابريد دولة دانا أدلا ينظفه ونخطة مش لهنا دي جبريني من دولة برلا. كل ما وقت أنا اللي أنا مية عشان كده أنا قاعد نفتش نشيف الأكل الونو اللي بيساعدني عشان كل ما وقت إلا نشيل الفار عشان كده بعدين دخلنا لقيت القلة الذرة دي هي عندها غذاء كتير في الفار والمورينجا. خلاص أنا قلت مالا كده ده ما هاتو حاجات طبيعية هنا عندنا قاعدة مالانا ونقدر نسيها بعدين سويتها وخلاص شفتها كويسة معي. ومن أجلي مساعدة هذا الشباب فإن جمعية بيت النجاح تنظم اليوم الأول قب إيت لانطلاقة هذه الأنشطة الشبابية والشركات المصغرة التي يديرها الشباب بجهود خاصة وتوجيه من بيت الشباب. خلال هذه الأيام تقام مختلف المعروضات من الإنتاجات المحلية وتحويلها إلى مصنعات مختلفة جلها في المواد الغذائية المستهلكة وأدوات أخرى بهدف الدعم الاقتصادي الوطني عبر مؤسسات صغيرة تتماشى مع الرؤى الاقتصادية الشاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر بوابة الشركات الشبابية الصغيرة.